الجوله الخامسه لوزير الخارجيه المصري نبيل فهمي في افريقيا بتقول انه مصر هتعود بقوه لدورها في افريقيا او في الاتحاد الافريقي بعد طبعا تجميد عضويتها نيجيريا كانت حريصه انه رئيسها يستقبل الوفد المصري برئاسه وزير الخارجيه رغم ان هم عندهم مؤتمر او قمه ابوجا وهم كحكومه نيجيريه منشغلين فيها جدا تم الترحيب كمان من قبل الحكومه النيجيريه بعوده مصر لنشاطها في الاتحاد الافريقي وفي بقى حاله من الاحتقان من مصر تجاه جنوب افريقيا لانه جنوب افريقيا رافضه الحقيقه عوده مصر لعضويتها او لنشاطاتها في الاتحاد الافريقي هنفهم ونتكلم في الموضوع ده اكتر مع ضيفي دكتور السيد فليفه الاستاذ التاريخ بجامعه القاهره والخبير بالعلاقات الافريقيه ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون افريقيا السابق صباح الخير يا فندم صباح ومنورنا طيب نبدا كده بالموقف المتشدد او الغريب الحقيقه من جنوب افريقيا ل يعني هي رافضه عوده مصر لانشطتها داخل الاتحاد الافريقي ليه يعني جنوب افريقيا دوله يعني مكونه تكوين سياسي يحتاج الى نوع من الفهم أوه. حتى يمكن التعامل معه لانه في التسويه الشهيره اللي اتت بمنديلا الى رئاسه الدوله لم تغير النظام العنصري القائم في الدوله م. ولا لا يزال اقتصاد هذه الدوله بايدي الاقليه البيضاء م. وهذه الاقليه لم تنسى الدور الذي لعبته مصر في حصار جنوب افريقيا وقطع العلاقات معها بسبب موقفها من الاغلبيه الافريقيه م. وحتى هذه اللحظه لم تتمكن الاغلبيه الافريقيه من ان تمارس ممارسه حره على الاطلاق م. وصحيح انه القرار السياسي في ايديهم لكن الوضع الاقتصادي يفرض الموقف طبعا. السياسي طبعا. فبالتالي هذا هو الموقف من جنوب افريقيا وان كان زياره وزير الامن الجنوب افريقي لمصر تمت الاسبوع الماضي يعني بدات جنوب افريقيا تريد الا تبدو في موقف المعارض المتشدد. زياره مين يا فندم معلش؟ جنوب افريقيا. لا مين اللي زار؟ وزير الامن. أوه. وزير الامن. وزير الامن. ايوه مم. يعني تريد انها تفتح الباب لحوار حول إمكانية التعاون في المجال الأمني م. لمواجهة التطرف وخوفًا من مما يجري في مصر وخوفًا مما يمكن أن يجري في جنوب أفريقيا م. وأعتقد أن هذا يعني نستطيع أن نقول أنه بداية لكي تلحق جنوب أفريقيا بنيجيريا وتنزانيا وبقية الدول م. التي عبرت عن استيائها من تجميل عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي طيب في معيار اسمه لومي بينص على تجميد انشطه اي دوله بيتغير نظام الحكم فيها المنصوص عليه في دستور الدوله دي وده اللي غالبا بيتقال انه هيطبق على مصر المعيار ده احب افهم عنه اكتر وهل فعلا هيطبق على مصر ولا لا هي يعني الدول الافريقيه من من فتره يعني اخذت موقفا من الانقلابات العسكريه م. وده طبعا كان لانه الانقلابات كانت شائعه الى الدرجه اللي في افريقيا جدا اللي أوك. اثرت على الاستقرار في م. اغلب دول القاره. م. وبالتالي لوقف ظاهره الانقلابات العسكريه اتفق على انه اي انقلاب يتم لا يعترف به من قبل الاتحاد الافريقي. وده طبق على مصر بعد 30/6. و... يعني هم بيعتبروا اللي حصل في 30/6 ده انقلاب. اه هو طبعا عندهم في لومي يعني موقف من الانقلاب ولكن ما هو الموقف من الثوره أو التغيير الذي يتم بالثوره م. لم يحدث اتفاق على هذا النحو ده مستجد ده وضع مستجد طبعا الاتحاد الافريقي وقع في مازق م. وضغوط من اثيوبيا ومن جنوب افريقيا وبعض الدول الاخرى م. ولهذا اخذ القرار دون اعتبار لوجود ملايين المصريين في الشارع مؤيدين للاجراء الذي تم بتنحيه محمد مرسي او بمعنى اصح انه تنحيه محمد مرسي كان مطلبا شعبيا ايده الجيش وبالتالي وقع الاتحاد الافريقي في تطبيق معيار لومي على نحو خاطئ والان المعضله لديهم كيف يتم الرجوع فهناك افكار باصدار بيان جديد يتعلق بموقف الاتحاد الافريقي من الثورات الافريقيه لانه بعد الزيارات التي قام بها وفد الاتحاد الافريقي ثلاث زيارات لمصر م. م. لتقييم ما جرى ده بعد 30 بعد بعد ما خدوا القرار جايين يقيموا ما جرى وطبعا ده خطا كبير ومجموعه الحكماء الافارقه يعني وقعت تحت سيطره الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي في هذا وتحت ضغوط جنوب افريقيا تحديدا يعني واثيوبيا ولكن آه آه الآن البحث عن مخرج م. بتعديل المعيار يعني م. انه التمييز بين الانقلاب والثوره الشعبيه ولكن الحقيقه انه المطلوب هو جهد مصري لتغيير هذا الوضع ودي ميزه الزياره الاخيره لوزير خارجيه المصري نبيل فهمي. طيب الاتحاد الافريقي او مجلس السلم والامن الافريقي موقفه ايه من الانتخابات او الاستفتاء على الدستور في الفتره الاخيره الاحداث اللي في مصر ورضا الشعب المصري او رضا الشارع المصري عن عما حدث. نعم هو طبعا في تغير في الموقف واحساس بالندم م. وحتى بعض الرؤساء يعني مش مجلس الامن والسلم في الكومسا اعلن تاييده لعوده مصر ورفضه للاجراء. اه وده معناه 19 دوله وافقت. وأدي نيجيريا وأدي جنوب أفريقيا جت، فأنا أعتقد أن الأمور يعني في طريقها إلى حل هذا الوضع الشائك، ولكن في نفس الوقت على مصر أن أن تنتبه م. إلى الإجراءات التي تتخذها بعض الدول لتحجيم دورها، م. وعلى الحكومة المصرية أن تدرك أن عليها احنا بندفع 15% من ميزانية الاتحاد الأفريقي. يعني أربع أربع دول تتحمل من الدول العربية 60% من من الميزانية مم. وده ده معناه مين أربع دول؟ أربع دول عربية مصر وليبيا والجزائر و تونس و... مصر طبعاً مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب يعني لا تحضرني الدولة الرابعة اوكي مش مشكلة تمام الآن مم. لكن هذا هو في حد ذاته مؤشر على أن مصر تؤدي دوراً ولكن عليها ان تكون سياستها ذات اسنان وفي وضوح وفي قوه يعني لا نقبع خلف التصريحات الدبلوماسيه لابد من ان نظهر يعني شيئا من الجديه اكثر مما فعلنا من قبل. راي حضرتك ايه في مشاركه احد القيادات الاخوانيه في في جنوب افريقيا عمل شويه قلق كده هناك وعمل مظاهرات او يعني في مظاهرات هناك قالت انه ده انقلاب والاعلام طبعا الجنوب افريقي سلط الضوء جدا على ما حدث هناك. طبعا يعني انا اعتبر دي مراهقه سياسيه من من حكومه جنوب افريقيا م. والموقف نفسه يعني في اطار ما يجري من ارهاب على ارض مصر وفي شوارعها م. والقتل المستمر للمواطنين وال ولقوات الجيش والشرطه والتفجيرات التي تتم هذا يعني نوع من من الغشم السياسي وعدم الدرايه واعتقد انه التصرف يعني ينم عن قصر نظر واذا كانت جنوب افريقيا بدات تراجع موقفها فعلى مصر ان تستمر في الضغط بشكل اكبر مما جرى الاخوان طبعا عندهم استثمارات في جنوب افريقيا بعض الدول حتى الأوروبية مم. تبني موقفها على وجود استثمارات من من جماعات معينة في في عواصمها وده دي مؤشرات على يعني عدم ثبات المعيار الأخلاقي مم. للممارسة السياسية لبعض الدول مم. سواء كانوا في الاتحاد الأوروبي ولا في الاتحاد الأفريقي وده يقتضي من مصر يعني نوعا من الضغط كما أقول والجدية والتعامل بالمثل وتجاوز المساله دي لن يكون الا ب يعني تفرض مصر نفسها على الوضع في القاره، مش انا بدفع في الميزانيه وبعدين في الاخر يتم معامله مصر المؤسسه للاتحاد الافريقي ومنظمه الوحده الافريقيه كما لو كانت يعني اي دوله انقلابيه صغيره. مصر اكبر من مساله الانقلابات واكبر من ان يجري فيها تغيير مضاد لمصلحه شعبها لانه في نهايه الامر الذي لم يفهم ان القرار في مصر هو قرار الشعب المصري ده ذنبه هو مش الشعب المصري. طيب ملف مياه النيل برضو من الملفات الافريقيه المهمه الحقيقه يعني موقف اثيوبيا من انشاء او استكمال او الاستمرار في انشاء سد النهضه ايه اللي بيقابله من خطوات سياسيا او يعني مصر بتعمل ايه في المقابل؟ لا هو طبعا في الفترة الماضية كان يعني الموقف الاثيوبي موقف متعنت وانا يعني اريد ان اوضح للراي العام المصري والعربي والافريقي م. انه تجاوز مرحلة التعنت الى التامر م. والتامر ملامحه واضحة م. يعني عندما تبني سدا يكون من اهدافه توليد بعض الكهرباء التي تحتاج اليها او تريد ان تصدرها آه لا مانع فيها م. ولكن ان تبني سدا للاضرار بشعب كامل فده تهديد للوجود المصري م. لا نقول قضيه امن قومي انما ده تهديد لوجود الشعب المصري م. مش الدوله المصريه م. فقط الشعب المصري لانه في نهايه الامر اذا اذا آه مفاجاه رفعت جسم السد الى مساحه الى الى ارتفاع 145 مترا م. بعد ما كان التصميم على 90 م. فده معناه انك انت بتفكر في حجز كميه كبيره من المياه أوه. أوه. لما التقرير الدولي لجنه الخبراء الدوليه تخبرك بانه التصميمات المقدمه هزيله ولا تليق بسد بهذا الحجم و ولا تعبر عن جديه يبقى انت, انت بتعبث ثم لما تاتي اه الى انك تخزن الحصه المصريه كلها م. خلف السد ويكون المطلوب من مصر انها مياه النيل التي تاتيها بفطره المولى عز وجل وبالجغرافيا وبالتاريخ م. م. تحجزها انت وأنا أغير النظام الزراعي عندي مم. والنظام اللي العمل في مجال الطاقة المائية مم. مم. علشان أنت بتبني سد والخبراء يقولون أن الكمية الزائدة من 160 مليار اللي أضفتها مم. لا علاقة لها بتوليد مزيد من الكهرباء مم. يبقى أنت بتعمل ضرر تميت. ثم لما تكلف حكومة إثيوبيا شركه اسرائيليه للقيام على توزيع الكهرباء م. يبقى احنا بصدد مؤامره مؤامره طبعا بالتالي كيف تتعامل الدوله المصريه مع المؤامره لا نقول في هذا انه آه انه ندخل في حرب ما اقولش كده مش حرب بس ما نستناش لما ده يحصل لكن يعني ما نستناش لما ده آه. يحصل وبعدين تشرع جميع الاوراق آه. واذا كان انت سعيت الى الايذاء آه. فلابد انه تتعرض انت ايضا لمثل الموقف آه. وعلى الباغي تدور الدوائر. م. الجانب المهم في المساله انه حتى هذه اللحظه لم تتصرف الحكومات المصريه التي تعاقبت منذ اخريات ايام مبارك م. الى الوقت الراهن على نحو ينم عن مواجهه الخطر. م. انا بتكلم على مواجهه خطر. أوه. وفي مواجهه الخطر ان لم تحفز قواك م. وان لم تتحرك وان لم يرى الطرف الاخر يعني لك موقفا واضحا فبالتالي انت غلطان صح. حكومة كده تحتاج إلى شيء جديد أعتقد أن جولات وزير الخارجية قد تكون مهدت لأخذ الأمور في خطوة أولى لعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي ثم م. تشرع بقى جميع الأوراق وعندنا طبعاً. أوراق قانونية م. والحق المصري في إطار القانون الدولي م. حق ساحق تمام يعني لن تقف أمام أثيوبيا ايضا مسائل الاضرار على البيئه وتكوين السدود بما يضر البيئه القانون الدولي يعطي لمصر حقا فيها لابعد مدى، ثم مساله الضرر على الوجود المصري يجعل مصر في من حقها ان تقول انني في حاله حرب مع المشروع الاثيوبي مع مش مع الشعب الاثيوبي لانه الشعب الاثيوبي هو شعب مغلوب على امره غالبيه فئات الشعب الاثيوبي وقومياته تعاني من الاضطهاد والحكومه دي ايضا في المنطقه التي تبني السد شردت 4 مليون مواطن اثيوبي من بني شنجول آه آه وده يعني اجراء اشبه بالاباده الجماعيه اباده لشعب بني شنقول طب هل مشروع نهر الكونو احد الحلول المقدمه يعني أنا هفترض حسن النية، وهفترض إن كل الملاحظات التي قيلت من الجيولوجيين، والتي تتعلق باختلاف مناسيب المياه، والملاحظات التي قيلت من المهندسين، والتي تتعلق بالحاجة أولاً إلى إعداد النظام المائي المصري، والنظام المائي السوداني، والنظام المائي في جنوب السودان، قبل البدء في هذا المشروع على فرض الملاحظات دي لا أساس لها م. فكان يجب على القائمين على هذا المشروع التريث ومراجعة الموقف من كافة النواحي وعدم الإعلان عنه في الوقت الذي نتفاوض فيه مع إثيوبيا م. في مسألة سد النهضة لأن التفاوض أو الدخول في هذا المشروع في هذا الوقت يعني أن مصر لديها بديل آخر وأنها يمكن أن تستغني عن حقها تاريخي في مياه النيل م. وده قبل ان احصل على الجديد كانني اقول انني مستعد للتنازل عن الحق التاريخي يعني الـ البعض بيعتبره كارت ارهاب اكثر منه اي حاجه لا دلوقتي. لا الجديد يعني لا اضمنه م. ولا اعلم الظروف السياسيه م. اللي حتى تقنيا يعني لسه مش مضمون وتقنيا هناك اعتراضات م. كان الاولى بالذين تبنون هذا المشروع م. مع كامل الاحترام لهم و ومع الثقة بأن النية طيبة م. أنه تبدأ عملية مراجعة في إطار الدولة المصرية قبل الإقدام على الإعلان عن شيء لا يزال مبهما طيب أخيرا مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد زي ما بيقولوا الشرق الأوسط يعني مشروع أمريكي بنسمع عنه بقالنا فترة لكن تفاصيله الحياة ساعات بيبقى الإعلام مش مسلط عليها الضوء فالناس برضو غايب عنها موضوع زي ده فحاول برضه نتكلم فيه قبل ما نختم. يعني كويس إن حضرتك أثرت هذا الموضوع لأنه الكلام في الشرق الأوسط الجديد يقتضي فهم ماذا تخطط الولايات المتحدة؟ م. وإيه مشروعاتها الأخرى؟ لأن م. إحنا فقط نتكلم عن مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير أو الموسع. م. الشرق الأوسط باختصار معناه إن الولايات المتحدة تكرس الدور المصري في إطار وجودها في الشرق الاوسط م. اللي هي من اول حدود الهند والصين واحنا جايين لغايه حدود مصر الغربيه م. وهذا الاطار لا يعطي لمصر دورا في القاره الافريقيه لانه وقف الاستخدام الاستراتيجي للقوه المصريه الشامله م. في اطار امن اسرائيل وده تتم الخط الذي دخلنا فيه منذ كامب ديفيد وبالتالي هو هو نوع من الاستمرار في استراتيجية تحجيم مصر واحتوائها لكن في مشروعات أخرى مثل مشروع القرن الإفريقي الكبير والقرن الإفريقي الكبير ده أعلنته الولايات المتحدة في نفس الوقت اللي أعلنت فيه الشرق الأوسط الكبير وفي هذا المشروع القرن الإفريقي تطرح الولايات المتحدة مجموعة من الدول منها الكونغو في أقصى غرب القارة اللي هي ملهاش علاقة بالقرن الإفريقي في أقصى شرق القارة وتضم إليها جنوب السودان حتى وقت أن كان جنوب السودان جزءا من الدولة السودانية يعني كأنها تبشر بتقسيمه قبل أن يقع التفاوض ولا الاتفاق على تقرير المصير وفي هذا المشروع أيضا تستثني الولايات المتحدة مصر وتستثني السودان شمال وده معناه أنها تنشئ بيئة معادية للعرب م. وللعالم العربي، أوه. ده خلف آه يعني الابواب كده يقال انه هذا مشروع لاعداد المنطقة لصراع عربي افريقي، م. واحنا كان لازم نرفض ونرفض صراحة. اذا هي في الشرق الاوسط تحرمنا من وجودنا في دول حوض النيل وفي القرن الافريقي تحرمنا من وجودنا في دول حوض النيل، م. واذا كان آه كثير من وزراء الخارجية والمسؤولين راحوا الى الولايات المتحده وعملوا حاجات اسمها جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحده م. ولم تثر هذه الامور او لم تؤدي الى نتيجه او لم تعدل الموقف الامريكي فكيف تحدثنا على اعتبار انه ده الحليف الاستراتيجي والصديق الامريكي م. ازاي م. فهنا لا تؤخذ مساله سد النهضه ولا مساله اتحاد شرق افريقيا اللي بترعاه الولايات المتحده اللي بيضم الدول الافريقيه فقط لا يؤخذ هذا في الا في اطار التخطيط الاستراتيجي الامريكي وهنا لما لما مصر خرج شعبها رافضا للمطالبا بالكرامه ورافضا للتبعيه ورافضا لكامب ديفيد والفهم الامريكي لكامب ديفيد لان احنا دخلنا كامب ديفيد بمنطق خاطئ وهو منطق احنا مش اكتر من كده ده احنا نقول لك دخلنا حرب اكتوبر بمنطق البحث عن السلام مم. واسرائيل دخلت مفاوضات السلام بمنطق الحرب وده معناه انه اذا كانت المشروعات واضحه بهذا الشكل مم. فيبقى انا لما بتكلم على حوار استراتيجي مع الولايات المتحده مم. لابد ان اتكلم عن انني دوله عربيه مم. ودوله افريقيه مم. وان مصالح وجودي تستدعي ان اقف لكي اقول للولايات المتحده لا وألف لا، وإذا كان المسؤول المصري تجاهل إثارة هذه المسائل فقد أضعف بلاش أقول خاين أقول قصر أهمل طيب نتيجة الإهمال لحكومات متعاقبة وصلنا إلى النتيجة التي نحن فيها تهديد الوجود المصري فيبقى إذا إما أن يطلع المسؤولون بدور يقوم على النظر إلى المصالح الوطنية بقوه م. والتعبير عن هذه المصالح بقوه واما يشوفوا يعني اللي يقدر بقى يواجه هذا الموقف هو اللي يدخل م. ما يجيش بقى يفرض نفسه على الموقف لا الضعيف ولا المهتز. أوه. احنا الضعيف والمهتز جعل الارهاب يستمر من 30/6 الى الان. م. احنا عايزين حكومه تستطيع ان تقول للمتطرف انت ارهابي م. وهذا هو القانون م. والقانون ينفذ وبصرامه صح. ينفذ وبصرامه واتمنى نحن كذلك نحن... على الصعيد الخارجي ندرك مصالحنا ونعمل على انجاحها مهما كان التحدي م. سواء كنا في هذا نواجه الولايات المتحدة أم لا م. فاضل بقى أن المخطط الاستراتيجي المصري م. يدرك أن موقف الشعب في 30 ستة م. وجه مع القوات المسلحه لطمه للمخططات الامريكيه في الشرق الاوسط. م. وتعثر مشروع الشرق الاوسط الكبير. بقي ان يتعثر مشروع القرن الافريقي الكبير. م. وهنا ان ما كانش نتم اجراءاتنا الاستراتيجيه يبقى الشعب ده ثار ولم يجد من يعبر عن ثورته تعبيرا حقيقيا. هذا هو التحدي الجديد. امام رئيس وزراء انا اثق فيه شخصيا وارى ان التاريخ في الانجاز الوطني والتنميه الوطنيه قادر على انه يطرح رؤى يعني واضحه واستراتيجيات قادره على مواجهه التحديات اتمنى البحر. يا رب ان شاء الله الحكومه الجديده يعني توفق في كل الملفات الشائكه دي دكتور سيد فليفه الاستاذ التاريخ بجامعه القاهره والخبير بالعلاقات الافريقيه ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون افريقيا السابق بشكر حضرتك جدا يا فندم على شكرا. وجودك معانا نورتنا شكرا. شكرا بعد الفاصل لسه مكملين اخر فقراتنا خليكم معانا